تعرف على فصائل الدم عند الإنسان. يعرف الدم بأنه السائل الأحمر الذي يسري في الجسم ويحتوي على خلايا الدم البيضاء والحمراء والصفائح الدموية والبروتينات وغيرها من العناصر التي تطفو في سائل يسمى البلازما، حيث تقوم الخلايا الدم الحمراء بتوصيل الأكسجين إلى الأنسجة المختلفة في الجسم وإزالة ثاني أكسيد الكربون. أما وظيفة خلايا الدم البيضاء فتكمن بتدمير الغازات ومحاربة العدوى، بينما تساعد الصفائح الدموية على تجلط الدم. أما البلازما فهي عبارة عن سائل يتكون من أملاح البروتينات والأملاح، ويتم نقل الدم في جميع أنحاء الجسم عن طريق الجهاز الدوري The Circulatory System. وقد وجد أن معظم الناس لديهم حوالي من 4 إلى 6 لترات من الدم في الجسم، وتتمحور وظيفة الدم في اتجاهين رئيسيين هما الاتجاه الشرياني والاتجاه الوريدي، حيث يعد الدم الشرياني الوسيلة التي يتم بها نقل الأكسجين والمواد المغذية إلى الأنسجة، بينما يعد الدم الوريدي الوسيلة التي يتم بها نقل نواتج التمثيل الغذائي لثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين والكلى على التوالي لإزالتهما من الجسم. على الرغم من أن دم كل شخص يتكون من نفس الأجزاء الأساسية، إلا أن هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من أنواع الدم، ويبلغ عددها 8 أنواع، ويتم تحديد النوع لدى كل شخص عن طريق الجينات التي يرثها من الأب والأم. فالذي يجعل الدم مختلفا هو المزيج الفريد من جزيئات البروتين التي تسمى المستضادات، وهي أنتيجين، والأجسام المضادة أنتيبوديز. ويعد هذا المزيج أساس فصيلة الدم. وقد وجد أن المستضادات تعيش على سطح خلايا الدم الحمراء، بينما تكون الأجسام المضادة تسبح في البلازما. وفي الحقيقة أن هناك نظام يسمى نظام فصيلة الدم ABO، يستخدم في تحديد أنواع مختلفة من المستضادات في خلايا الدم الحمراء والأجسام المضادة في البلازما، إذ يحدد هذا النظام وطبيعة المستضاد RH ريزوس نوع الدم أو أنواعه التي تتطابق معا خلال عملية نقل الدم. أولا، المجموعة A يحتوي سطح خلايا الدم الحمراء على مستضاد A، وتحتوي البلازما على جسم مضاد لـ B، إذ يهاجم أي مستضاد خارجي يحتوي على خلايا دم حمراء من نوع B. ثانيا، المجموعة B يحتوي سطح خلايا الدم الحمراء على مستضاد B، وتحتوي البلازما على جسم مضاد للـ A، إذ يهاجم أي مستضاد خارجي يحتوي على خلايا دم حمراء من نوع A. ثالثا، المجموعة AB تحتوي خلايا الدم الحمراء على مستضادات A و B، لكن البلازما لا تحتوي على أجسام مضادة لـ A و B. وتكمن أهمية ذلك بأنه يمكن للأفراد الذين يمتلكون هذه الفصيلة من الدم تلقي أي نوع من الفصائل الدموية ABO. رابعا، المجموعة O تحتوي البلازما على كلا النوعين من الأجسام المضادة لـ A و B، لكن سطح خلايا الدم الحمراء لا يحتوي على أي مستضادات، وتكمن أهمية عدم وجود أي من المستضادات A و B بأنه يمكنه التبرع لأي شخص بالدم في حال توافق الشروط الأخرى. في الحقيقة، معظم الناس قادرون على التبرع بالدم، لكن 4% هي نسبة من يتبرع فعلا بالدم. ومن الجدير بالذكر بأنه يمكن للرجال التبرع بالدم كل 12 أسبوعا، أي كل 3 أشهر، بينما يمكن للمرأة التبرع بالدم كل 16 أسبوع، أي 4 أشهر. ومن أهم مميزات الشخص القادر على التبرع هو تمتعه بلياقة وصحة جيدة، ويكون وزنه أكثر من 50 كيلوغرام، يتراوح عمره بين 67 و 66 عاما، مع إمكانية تبرع الشخص الذي يبلغ عمره 70 عاما بشرط أنه سبق له التبرع خلال مدة لا تتجاوز السنتين. ومن الجدير بالذكر أن بعض خلايا الدم الحمراء تحتوي على العامل الريزيسي ريزوس، ويعود سبب تسميته بهذا الاسم إلى اسم القرود التي أجريت الدراسات عليها وتم اكتشاف هذا العامل لأول مرة عندئذ، حيث يتم تصنيف الأفراد إلى فصيلة الريزوس الإيجابية زائد أو فصيلة الريزوس السلبية ناقص. فالأشخاص الذين ينتمون لفصيلة الدم ريزوس بلوس لديهم مستضادات دال على سطح خلايا الدم الحمراء، في حين أن الأفراد الذين ينتمون لفصيلة الدم ريزوس ناقص بالسالب لا يمتلكون هذه المستضادات،
وهذا يعني أن هناك ثمانية أنواع دم رئيسية في نظام فصيلة الدم AOB مع الريزوس. فأنواع الدم الرئيسية الثمانية هي A وB وO وAB، بحيث يكون كل نوع منها إيجابيا أو سلبيا.